السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا المراية أو المرآة للمتزوجة في المنام. إذا نظرت المرأة في المرآة ورأت نفسها مبتسمة وسعيدة فهذه علامة على الفرح، وإذا نظرت المرأة المتزوجة إلى نفسها في المراية ورأت نفسها جميلة مؤشر على الرزق الوفير والخير القادم إليها. رؤية المرأة لنفسها في المراية علامة على تحقيق الأهداف التي تريدها. كسر المراية بالنسبة للمتزوجة علامة على وقوعها في بعض المخططات التي من شأنها أن تسبب لها أذى أو غيرة. رؤية المراية في المنام للمتزوجة التي ليس لديها أطفال يدل على الحمل في المستقبل القريب إن شاء الله. إذا نظرت المتزوجة التي كانت شريكها مسافر إلى المرآة وابتسمت يرمز إلى عودة زوجها في الأيام القادمة. المرأة التي ترى في حلمها مراية عليها صورة الرجل علامة على التفاهم وعلاقة الحب والرحمة التي تربطها هي وزوجها. وإذا كانت المتزوجة حامل وشاهدت نفسها تنظر إلى المراية دليل على أنها سترزق بولد إن شاء الله. تشير رؤية الخدوش التي يمكن أن تراها المتزوجة في المراية إلى تربص الأشخاص السيئين بها في الحياة وحقدهم عليها وعلى ما تنعم به من هدوء واستقرار مع زوجها. المتزوجة التي لم يسبق لها الحمل رؤيتها لنفسها في المرآة تدل على اقتراب موعد حملها، وإذا كان أحد الأشخاص الذي تعرفهم قد سافر إلى بلد أخرى فأن المنام يرمز إلى عودة الشخص من سفره بسلام. إذا شاهدت المرأة المتزوجة نفسها وجهها قبيح في المرآة فهي تتعرض لكثير من العقبات في حياتها وخلافات أسرية يمكن أن تنتهي بشكل غير مرغوب فيه. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسير جديد، فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.